اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك. اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه. المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن. من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس. دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا. اعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي. التغيير اللي هيعمله في حياتك؟ أكيد هيخرجني أماكن كتيرة بره. أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا. إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات. من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت. مت؟ I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him. وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. دايما في برنامج المرأة الفاضلة من بدايته وربنا اداني موتو للبرنامج، انا علي الاختيار وهو عليه التغيير. يعني ايه انا علي الاختيار؟ يعني في حتة ارادة. طيب الارادة دي جاية منين؟ طب ايه السورس اللي بيطلع ان انا اخد قرار معين؟ كل ده هنتعلمه النهاردة مع شخصية جبارة بأس، أنا مسمياها ديبرا، one of the Debras اللي موجودين في مصر، اللي ربنا بيشفي بيها نفوس، بيحرر بيها مجموعات، بيطلق بيها لآفاق عالية جدا. ناس مش شايفين نفسهم هما فين، فاكرين نفسهم ان هما هنا، لكن ربنا دعاهم فوق، بتاخدهم خطوة بخطوة لسلم انطلاق لعمل إلهي في النفس وفي الروح. بقدم لكم صديقتي وصاحبتي اللي من أول ما عرفتها كأننا نعرف بعض من سنين، يولا. أهلا بيكي يولا. أهلا بيكي حبيبتي. أهلا بيكي إيفت، مرسي جدا جدا على المقدمة الرائعة اللي قلتيها، ومرسي على أن أنا معاكي النهاردة في المرأة الفاضلة. فوق أحلامي ده. ده أنا فوق أحلامي إنك تكوني ضيفتي. أنت مش ضيفة، أنت صاحبة برنامج. أهلا بيكي يولا. أهلا بيكي. ابتدينا إننا أنا وأنت بنتكلم على موضوع الإرادة والمايند سيت، طريقة التفكير. الحقيقة إن كيان الإنسان معقد، ربنا خلقه بتفاصيل كثيرة، وإحنا لما نعيش بسطحية بنجري عشان أكل العيش بتقع مننا حاجات مهمة. لما ابتديت أكتب عن إعداد قادة لخدام الرب للأزمنة الأخيرة، دي حاجة حسيتها كده مهمة جدا وابتديت أذاكر واكتبها. فربنا قال لي إن إعداد القادة ده بيتم من جوه لبره، فالقائد هويته ايه؟ هو اللي بيخليه يتحرك بره في خدمته ايه؟ وشبهها لي بالحقيقة، ربنا بيتكلم معايا بشكل بسيط. البسكليتة بتاعت الطفل، العجلة القدمانية هي هوية الانسان، العجلة الخلفية هي هدف ربنا من حياته، ما بين الاتنين في جنزير اللي هو الارادة. فلو الهوية اللي هتكلم عنها بشوية تفصيل، الهوية ليها مصدر. ايه مصدر هويتنا؟ مين مصدر هويتنا؟ زمان، لما مش زمان قوي، ايام الكوفيد، لما كان واحد عيان ينفخ في وش واحد مش عيان، بينقله ايه؟ مرض، بينقله فيروس. طب لما الرب الاله نفخ في وش ادم نقله ايه؟ حياة. نقله حياة ونقل له صورته ومثاله.
بدليل ان يجي الكتاب بعد كده يقول لك ايه، انتم فلاحة الرب. ربنا نقل فينا من خلال النفخة دي بذور شخصيته وعظمته. فكل واحد فينا مليان بذور، بس تركيبة البذور اللي جوايا غير تركيبة البذور اللي جواكي. ان عندنا فنان، حد عنده ابداع عالي جدا ورحمة وحكمة، وحد تاني ابداعه قليل لكن مجان تصميم وقوة شخصية وتحرك في مبادرات. وكنت لسه بتكلم مع حد بقول له ان الهوية دي ايه الفرق بين بذرة المانجا وبذرة الخوخ. هوية البذرة المانجا مانجا، فهتتحط في اي ارض هتطلع مانجا بلون المانجا وبطعم المانجا. يمكن لو الارض بور كده ومش غنية تطلع شجرة مانجا مش قوية، ضعيف، لكن هي مانجا. ومهما حصل لها في الحياة هي مانجا. شجرة الخوخ مهما حصل لها في الحياة هي خوخ، حتى لو طلع خوخ نص نص. فدي هويتنا اللي نفخه ربنا فينا. طب اللي نفخه ربنا فينا ده بيعدي بقى في الحياة في البيت، ويا ترى ماما وبابا يفكروا ازاي، ومتعلمين ولا لا، ويا ترى متعلمين صح ولا مش متعلمين صح، يا ترى عايشين بقيادة الروح القدس وبتسليم حياتهم ربنا، ولا بيعانوا ويتعسروا في الغلا والمشاكل. فانا ببتدي اتأثر بذور العظم اللي جوايا تبتدي تتفرمت حسب البيت، وبعدين المدرسة، وبعدين الشغل والنادي والكنيسة. لكن ربنا عمره يعني بذور العظم اللي بيحطها فينا، هو يقول لك المزمور ايه، وايضا في الشيبة يثمرون. يعني البذرة اللي انا حطيتها فيك وانت بتتولد وانت بتتكون في بطن امك انت هتثمر بيها حتى لو في الشيبة. فده شيء مفرح جدا. فده مصدر الهوية. الهوية كمان بتتكون من روح ونفس وجسد. شكلي وملامحي هي برضو ربنا اختارها على فكرة، واختار يدينا شعر مموج وعينين شكلها كذا، دي كلها اختيارات إلهية. فجسدي وروحي ونفسي ده تكوين هويتي. الروح هي الأداة اللي بنتواصل بيها مع ربنا، الواي فاي. وانا مش بتكلم كتير في الروح لان ده مجال لاهوتي للمتخصصين بتوعه، لكن هو الكونكشن مع الاله الخالق بيبقى من خلال الروح. النفس بقى هي الموضوع، هي المشكلة اللي ايه، اللي ممكن نلاقي ناس قد كده روحيين وبيحبوا ربنا، لكن نيجي نحتك ببعض تقفش مني وتزعل وتاخد جنب ومشوفهاش تاني عشان انا دوستلها على حتة قديمة ووجعاها في الطفولة. فالنفس دي بقى موضوع كبير، وهو ده اللي محتاج احنا كخدام في هذا الزمن نشتغل عليه. لان النمو الروحي الاباء القديسين واباء الكنيسة والكتاب المقدس وكل ده غذاء للي عايز يتغذى، لكن الجزئية الخاصة بالنفس الكلام فيها قليل. ونفس وعلم النفس نفسه في نظريات تتسق مع العمل الإلهي، في نظريات لا تتسق خالص. فالنفس مهمة، والنفس بتتكون من أفكار ومشاعر وإرادة. جينا بقى عند حتة الإرادة. الإرادة هي الثمرة اللي لما روحي ونفسي يتفاعلوا مع الحياة وينتجوا أفكار ومشاعر، تبتدي الـ 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 الوجبة طالعة في طبق كده فيها همبرجر وفرنش فرايز. هو الوجبة اللي بتطلع من المطبخ بتاع كياني. فأفكاري إيه؟ مشاعري إيه؟ دول مصدرهم. أنا بستثمر في مين؟ بستثمر في الروح ولا بستثمر في الجسد؟ يولا، طب إزاي أستثمر في الروح؟ او ازاي استثمر في الجسد او النفس؟ ابليس نجح في انه يخلي دماغنا متجهة في ان سعادتي لما اشتري الفستان، هبقى مبسوطة لما اغير العربية، اسافر امريكا عشان اعيش كويس وتبقى كل ده كويس، كل ده حلو. بس هو ده استثمار في ان جسدي ونفسي يبقوا مبسوطين. طب ماذا عن استثمار في روح؟ روحي يا ترى واخدة اهتمام زي ما جسدي ونفسي واخدين اهتمام؟ يعني مثلا لما ربنا الكتاب المقدس في العهد الجديد بيقولك ايه،
غير ناظرين لما يرى، لأن ما يرى وقتي، أما ما لا يرى فهو أبدي. يا حبيبي ادي وقتك في انك تنجح وتعيش كويس، بس لازم استثمارك الأساسي يكون فيما هو أبدي. انت لما بتعطي لحد محتاج كنز في السماء، انت بتستثمر فوق. ربنا جاد جدا في كل كلام بيقوله، لما يقول اكنزوا لكم كنوز في السماء، هو يقصد كلامه، هو مش بيتكلم في مجازات. فاستثماري في السماء من خلال الحب، الحب هو الاستثمار الاول والاساسي، لان الذي لم يحب لم يعرف الله، لان الله محب. فان انا اتملي بالحب وافيد حب واقدم رحمه ومعونه وخدمه، كل دي استثمارات حياتي بتثمر ثمار تطعم الاخرين. فالاله اللي بيحبني وبيحب اخواتي بيفرح ويحس ان ايه، كده شبهي، ما انا كنت باطعم وانا كنت باعلم وانا كنت اشفق، انا كنت ما جيتش لادين لكن جيت لاخلص. فبنتحول لما نقعد نستثمر في الامور الروحيه، احنا بنتغير الى هذه الصوره عينها، من مجد الى مجد كما من الرب الروح، فبنبقى شبه يسوع. وده هدف ربنا لحياتنا كلنا، ان احنا نبقى مشابهين صوره ابنه. لما فانا بقول ان الاستثمار في الامور الخاصه بالجسد وبالنفس، التعليم والنمو في الشهادات وفي الوظائف، حلو، برافو، اجتهد اجتهد جوه مشيئه ربنا. وانت بتتحرك في الكليه، ادخل دي ولا دي، يا رب الباب اللي مش من عندك اقفله، انا عايز امشي في مشيئتك. انا وانا بتجوز كانت دي صلاتي، ما كنتش عارفه اختار، ما عنديش معايير، كنت صغيره والناس بتتقدم، كنت بروح الف على الاباء كل من هو لابس اسود، يا ابونا اعرف ازاي مشيئه ربنا، يا ابونا في الكنيسه وفي الدير. وفي الاخر في اب قالها لي كده، قال لي انت لو تعرفي ربنا هتعرفي مشيئه ربنا. واو، سترونج، كلمه قويه. فكان لازم ابقى على علاقه بربنا عشان قلبي يميز السلام والاتجاه اللي هو عايزني اتحرك فيه. فنستثمر في الروح زي ما بنستثمر في الجسد والنفس. أمين. هنرجع تاني بعد الفاصل ونشوف ازاي بنستثمر في النفس. أمين. 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 هنطلع فاصل ونرجع تاني مع يولا ونتعلم ازاي العجلة والجنزير اللي فيها بين العجلتين اللي هي الإرادة، ازاي نختار صح وازاي نفكر صح وازاي ان فعلا نستثمر في النفس والروح مع بعض. تعالوا نطلع الفصل ده ونرجع مرة تانية. بنشجعكم تكونوا اصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا اخر اخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج. أنا بشجعكم كلكم أنكم تدخلوا على الفيسبوك بتاعنا وعلى كل السوشيال ميديا، ولو الحلقة دي، وأنا متأكدة أن الحلقة دي هتكون مصدر لحرية، مصدر لفهم، مصدر لعمق جديد وتحرير للنفس، شاركوها، شاركوها مع أصدقائكم، حطوها على الفيسبوك بتاعكم. وأنا برحب جدا أن أنتوا تحطوها على أكتر من سوشيال ميديا عشان الناس تطير. احنا عايزين الناس تطير، عارفه كل الحاجات دي holding us back، عامله علينا تقل ومثبتانا في الارض، مخلينا مش قادرين نطير للمرحله الجايه، لان النفس تعبانه فعلا. ازاي بقى اخلص النفس دي من الحته دي؟
بصي، هو الإنسان كائن ديناميكي، فالمشاكل هتيجي ونتعلم ننطرها. احنا قلنا الإنسان روح ونفس وجسد. حياتي مرتبطة بمين اللي سايق. اللي سايق الجسد فهيبتدي ياخدني على إرضاء الجسد، وعلى فكرة احتياجات الجسد فورية وملحة، زي عشان كده بنفشل في ان احنا نعمل رجيم. ان الجسد بيضغط علينا والنفس مش سندة كويس، الجسد بيلح والنفس لسه ايه مش مدركة ليه وازاي ادعم نفسي وما اعملش الغلطة دي. فما ينفعش الجسد يسوق، رغم ان الجسد يا جماعة الجسد مش شر، الجسد ربنا ما خلقه الحسن جدا، والمسيح خدم الجسد بالشفاء وبالإطعام، وجسدنا وزنه هو اللي بيحمل الروح والنفس، وهو اللي بيحقق أهداف ربنا على الأرض. ولما الجسد بيكسر كل حاجة تتوقف. فالجسد مهم، بس هو ما ينفعش يبقى سواق. سائق هذا الترام ما ينفعش يكون الجسد. طيب النفس بقى، النفس دي هي الجزء اللي بيعتني بيا وبأفكاري وبمشاعري، هو الشخصية الذاتية. وبعدين الروح هو الكيان اللي قلنا بيتواصل مع ربنا. ما بين الروح والنفس في كونكشن، هما مش منفصلين، ده احنا بنفصلهم عشان نشرح ونفهم، لكن هما الاثنين أبديين. الجسد مؤقت، الروح والنفس أبديين وبينهم كونكشن عالي جدا. بس الكتاب قال لك ايه؟ المنقادون بالروح اولئك هم اولاد الله. فما ينفعش النفس هي اللي تسوق، لازم الروح هي اللي تسوق. طب يا جماعه انا مليانه طموحات واحلام وافكار واعمل ايه يعني اقمع نفسي؟ لا لا ابدا، ده انا اخد نفسي كده وبكل احلامها واخدعها لقياده الروح. اروح اقول لها، اروح لربنا اقول له ايه؟ هي دي مشيئتك، انت عايزني اتجه في هذا الاتجاه، هتدعمني؟ فاكرين داود لما جم الاعداء واخدوا مراته واولاده وكلام كده، عمل ايه؟ راح جري على الرب وساله هل اتبع اعدائي؟ قال له اتبعه. فانا امشي ورا ربنا، وما اسهل ان انا اساله مهما كان حالتي، يا رب اعمل ده ولا ما اعملوش، اديني سلام لو هي دي مشيئتك. انا في كمان معيار اخر، كان في قريب حد شاب كده بيقول لي جاي لي سفريه وهسافر وهسيب الولاد سنه تقريبا وكلام كده، انت ايه رايك؟ تفتكري ايه اراده ربنا؟ قلت له الحته دي باينه، بابا لازم يكون في البيت، بابا مسؤوليته كاهن الاسره. لو ربنا هيعوزك تعمل زي ابراهيم، تاخد تخرج وتسيب اهلك وعشيرتك، هيقول لك منتهى الوضوح. لكن لو دي ميول شخصيه او يعني باب اتفتح، انا اعتقد ان التعليم المسيحي ما بيقولش ان بابا يسيب الولاد ويروح يخدم عيال تانية وانت مش عارف عيالك مين اللي هيخدمهم مين هيربيهم. ففي معيار كتابي، ربنا قايل هو عايز ايه، الكتاب مليان ربنا عايز ايه من الام ومن الاب ومن الخادم ومن النبي، نقرا كلمه واحنا بنقول له اعلن لاذهاننا. ففي معيار كتابي وفي معيار اخر، ان احنا بنطلب بقى طب امشي هنا ولا هنا، اديني سلام، اديني كلمه، اديني حد يساعدني. الانقياد بالروح يعني اخلي الامور الروحيه اللي هو التعليم الكتابي وصوت الروح القدس هو اللي يأثر على الأفكار والمشاعر. فأنا لو مشاعري منجذبة جدا لشخص عشان أتجوزه، ورحت سألت ربنا وقلت له أنا عايزة أنقاد بروحك، فربنا هيجي بيقول لي إيه؟ على فكرة الشخص ده مش مناسب، والحياة هيبقى فيها كذا، هيبتدي يتعامل مع أفكاري ومشاعري. هو برضو مش عايز يقمع الأفكار والمشاعر، لكن هو هيديني سلام ان انا هنتظر وحسأل ومش هتحرك الا لما اخد توجيه واضح من ربنا. فخضوع النفس للروح يضمن للانسان حياة ماشية كويس.
ونرجع تاني للحتة بتاعت ايه؟ لما يسوع قال للتلاميذ بتوعه: من اراد ان يكون لي تلميذا فليحمل صليب وينكر نفسه ويتبعني. تبعية المسيح هي اللي هتخلينا شبه المسيح. ايه موضوع انكار الذات ده؟ ده مفتاح، ده مفتاح جوهري بتاع كل من اراد ان يتبعني. مفتاح هو اللي بعديه في مفاتيح تانية صغيرة، هو المفتاح الكبير اللي لو انا مستبعداه وماشي بالحماس بتاع انا هخرج وهعمل ربنا وانا بحب ربنا وانا هجيب ناس وهبشر وهعمل، حلو حماسك، حلو حماسك، بس تعالى اخدع للروح القدس، عشان الروح القدس عايز يجهزك وبعدين يطلقك. مفيش حد اطلق لدعوته من غير ما يتجهز. موسى لما حاول يخلص الشعب بدراعه عمل ايه؟ قتل المصري، قتل المصري، وراح ربنا واخده 40 سنة في البرية يحضره للعمل العظيم جدا اللي هيأثر على حياة كل البشر اللي ربنا مخططه. فما ينفعش نتحمس ونجري، احنا لازم نتبع قيادة الروح القدس. عشان كده احنا النهاردة من المكان ده بندعو كل واحدة حاسة بالإحساس انها قليلة، حاسة بالإحساس انها مش ناجحة، انا لازم اثبت نفسي، انا ما حدش يقول لي الكلمة دي، انا يعني ايه يعمل كده، يعني ايه يقول لي كده، ده كلها عاملة زي الايه الأربطة اللي مربطانا 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 وخلينا مش قادرين اننا نطير. انت مدعوة للطيران في افاق الروح العالية، في النجاح، في التأثير، انك تكوني مؤثرة. تفتكري لما الناس هتشوفك كده غضبانة ودايما مكشرة ومش هابي وافويدنج اللي حواليكي، تفتكري دي رسالة حقيقية عن يسوع اللي فيكي، او عن شخص شبعان فالناس تقول انا عايزة ابقى زيها؟ تعالوا مع بعض نعلن اعلان النهاردة ان انا بختار، انا بختار، بختار اني اعيش فوق نفسي واخلي الروح هي اللي بتقودني لفوق وبترفعني من حدود نفسي، من الغضب ومن الضيق ومن عدم الغفران، واقرر واقول انا علي الاختيار والله هيغير الظروف، انا علي الاختيار وهو عليه التغيير. والى اللقاء في حلقة اخرى مع يولا في برنامج المرأة الفاضلة، وهنكمل نشوف خطوات عملية ازاي تكون نفسي قوية خضعة للروح اللي ملتزقة بالله القوي. اشوفكم المرة الجاية. فاضلة تتحلى بصفات الإيمان، عاملة بيديها تشتغل بإتقان، آنسة هي كانت أو جدة أحفاد، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان، كسفينة تاجر بعد تجتذب طعام، وبحكمة فمها تنشر حبا في كل مكان، يمدحها زوجها ويطوبها الأبناء، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان. لرجلها تغنيه بكمال،
مخلوقة من ضلعة إنسان، قادرة موهوبة وثمنها فاق الأثمان. كوديعة حب يحفظها رجل الإيمان، وتعينه ويعينها دوما في كل مكان.